احنا كلنا نحب الله، قلوبنا مليانة بحب الله عز وجل. اصلا حب الله عز وجل نفس يتردد صباح مساء في صدورنا. حب الله مع نبضات قلوبنا، حب الله اصلا يجري في عروقنا. كلنا نحب الله، لان اللي خلق الله، لان الذي برأ الله، لان الذي ينهم الله، لان الذي يحيي ويميت الله. لماذا نحب الله؟ لأنه الله. حب الله عز وجل فطرة فطرنا عليها، لأن النفس البشرية تحب كل من ينعم عليها. الله عز وجل ينعم علينا في كل لحظة وفي كل حين، ما في ثانية تمر على الإنسان إلا والله عز وجل ينعم فيها عليه. لذلك نحن نحب الله. وإذا سألت كل مسلم تحب الله؟ قال لك أكيد أنا أحب الله، أكيد إني أحب الخالق العظيم الذي رفع السماوات وبسط الأراضين ونصب الجبال وأجرى البحار. حب الله، نعم نقولها بقلب صادق بأن نحب الله، لكن خلونا نصدق مع أنفسنا، خلونا نصدق مع أنفسنا ونوقف لحظة صدق. حب الله الذي في قلوبنا، ماذا جعلنا نفعل من أجل الله؟ ماذا صنعنا من أجل الله؟ ماذا فعلنا من أجل الله؟ كم معصية في قلبك، وكم معصية في جوالك، وكم ذنب تذنب بسمعك وببصرك؟ هل فكرت يوم من الأيام أن تترك من أجل الله؟ إن كنت فعلا تحب الله فاركع من أجل الله، واسجد من أجل الله، وارفع يديك واسأل الله، ولا تسمح لنفسك أن يتعلق قلبك بغير الله. كنت تحب الله فامسح الآن ما في جوالك من أجل الله. إن كنت تحب الله فأخرج ما في قلبك وما في جيبك وما في حياتك من أجل الله. لأننا نحب الله لابد أن نفعل من أجل الله، لابد أن نترك من أجل الله. إذا كنا نحب الله فالله سبحانه وتعالى يحب التوبة، فلماذا لا نتوب؟ وتيقن وتأكد بأنك إذا فعلت من أجل الله تركت أي ذنب وأي معصية وأي شهوة من أجل الله فلن تكون أكرم من الله. فالله سبحانه وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. أحبتي إخوتي، دعونا من هذه الليلة ومن هذه اللحظة نفعل من أجل الله ونترك من أجل الله، نفعل الطاعة ونترك المعصية حبا لله. فالله سبحانه وتعالى قال: والذين آمنوا أشد حبا لله.